نكمل مع بعض موضوع السليكشن ونبتدي نشوف السليكشن مع الشانل ممكن يقدموا لنا ايه. لو انا ابتديت سليكشن صغير عن طريق الكويك عن طريق الماركي تول او ريكتانجلر ماركي وعملت دراج للاريا دي كده، انا كده عملت سليكشن عادي زي اللي انا بعمله. ممكن السليكشن مع الرايت كليك تدينا الاوبشن بتاع سيف سليكشن. سيف سيليكشن اهو، بمجرد ما بنسيف السيليكشن بيقول لك احطه لك جوه نيو شانل ولا اعمل لك اغير لك الشانل 1 اللي انت كنت عاملها، شانل 1 اللي احنا كنا عاملينها الدرس اللي فات عن طريق كويك ماسك، تمام، ولا اخليها نيو. انا هخليها نيو وهسميها دبل اتش وهقول له اوكي. كده جميل. روح على الشانل، بقت عندك دبل اتش اهي، هي تشانل بس اسمها دبل اتش. لو عايز تشوفها كليك عليها هيبين لك لونها. اوكي اوكي هنروح نعمل دي سيلكت كنترول ودي. انا دلوقتي شغال في الشانل مش شغال في الايمج، تمام. وهروح على البراش تول بتاعتي وهغير اللون اللي هو كان الفور جراوند كلر بتاعي اللي هو الابيض. دلوقتي انا هغير البرسنتج بتاعته لزيرو، يعني هرجعه ابيض تاني. وهاخد البراش تول بتاعتي، هي كبرت شويه دلوقتي بقت 61. عايز لو عايز تغيرها كليك على البراش وقلل وزود من هنا، تمام، خليها 46. اوكي انا دلوقتي بشتغل باللون الابيض، يعني كل ما هعمل كده مفيش حاجه هتبان، تمام. لكن لما ابتدي اشتغل في الاسود يبتدي يحصل التناقص، تمام. برضه هنعمل نفس الحركه بتاعت المره اللي فاتت، هنخلي اجزاء ابيض سوليد، تمام، وهاجي ازود النسبه شويه واروح اعمل دايره كمان بقى لون رصاصي، وادي دايره كمان. اوكي بعد 50% هعمل دايره واحده بس، خليها عند 60 61 ماشي. اوكي 60 61 مش هتفرق قوي. اوكي هيدينا الرصاصي الغامق ده. فاكرين شكل الكانفاس بتاعنا كان شكله ايه؟ اول حاجه انا ممكن اسيب الملف بتاعي كله بالشكل ده، فايل سيف. اوكي بقت الشانل دي موجوده عندي، وانا قلت لك ان انا ممكن ابلاي الشانل دي على ملف تاني. خليك فاكر الموضوع ده كويس، يعني احنا ممكن نعمل سيلكشن ونعمل شانل على ملف ونعمل لهم ابلاي على ملف تاني. اوكي تعالوا نبص مع الشانل ايه اللي هيحصل مع السليكشن ده. هروح على الار جي بي كولر، هكليك عليها لير. اوكي من قائمه سيلكت هقول له لود سيلكشن. انت عايز تسلكت انهي فيهم او تلود انهي سيلكشن فيهم؟ انا عايز اتش اتش اللي انا كنت شغال عليه من شويه وهخليه عادي مش هخليه انفرس. اوكي ابتدى يلود لي السليكشن. لو دوست ديليت دلوقتي ايه اللي هيحصل؟ رغم ان انا عندي موفينج اندز هنا وهنا وهنا. اوكي هعمل ديليت. انهي اريا اللي فضلت وانهي اريا اللي مشيت؟ لو احنا فاكرين شكل الماسك او شكل الشانل اللي احنا كنا عاملينه اهو، الدرجات الابيض بس هي اللي مشيت والدرجات الغامقه اتشال منها اجزاء. تاني اهو اتشال اجزاء من درجه اللون، لان احنا اتفقنا دي عاملينها 60%، دي 50، دي 40، دي ابيض سوليد، يعني درجه دي زي درجه دي بالظبط، تمام. والدرجه اللي كان لونها ابيض هنا اسود على الاصح هي اللي مشيت. طب لو عوزنا نعمل انفيرس للكلام ده هنعمل ايه؟ هنعمل انفيرس للماسك او هنعمل انفيرس للسيلكشن، تمام. كده احنا عملنا سيلكشن وسيف كاتشانل عن طريق الماركي تول والبرش. طيب في طريقه ثانيه ان انا ممكن اعمل بيها الكلام ده واسيفه برده كاتشانل. فاكرين من
من كذا درس كنا اشتغلنا على حاجه اسمها color range. تعالوا نجرب موضوع color range تاني. انا هرجع للحاله الاولانيه في الملف عن طريق الهيستوري، هرجع ل ريمبو. اوكي، وزي ما احنا شايفين ان هو طير لنا الشانل اللي انا كنت مسميها اتش اتش، لان انا رجعت الحاله اللي اتفتح بيها الملف مش الحاله اللي سايف بيها الملف. يعني انا لو سيفت دلوقتي التاني، الحاله اللي موجوده على الهارد ديسك مش اللي في الميموري هي اللي هيحصل لها التعديل. لو انا عاوزت اسيف الملف ده بعد التغيير التاني او التالت اللي انا هعمله، يفضل ان انا اغير اسمه. خد بالك من الموضوع ده عشان ما تمسحش ملفاتك. دلوقتي هنرجع نعمل حاجه كنا عملناها قبل كده اللي هي سيلكشن وعلى الكالر رينج. طيب سيلكشن مع الكالر رينج، لو احنا فاكرين لما المره اللي فاتت كنا بنعمل سيلكشن مع الكالر رينج، كان اللون اللي موجود ده كان لون البينك، كان لون احمر شويه او بينك شويه. لكن دلوقتي احنا شغالين بقى لونه ازرق. اللون الازرق ده جه منين؟ اللون الازرق ده جه لان انا غيرت لون الكويك ماسك، فهو ابتدى يشتغلوا معاه. تمام؟ لا انا مش عايز كمان اخد السليكشن بتاع كويك ماسك، انا هخليه نون. تمام؟ وهبتدي اغير الفازنس بتاعه شويه، اخليها مثلا 50%. اوكي؟ وهبتدي اسلكت الاريا اللي انا عايزها تبع الكالر. تمام؟ لو انا دوست هنا دي الاريا اللي هي اتعمل لها سليكشن. تمام؟ لو انا هرجع للسليكشن، انا اسف، لو هرجع هنا دي الاريا اللي هيتعمل لها سيلكشن. لو عايز اقاد سيلكشن على اللي انا ضفته، هاخد البلس اي دروبر. تمام، وابتدي اقاد سامبل ثانيه. زي ما احنا شايفين هو عمال بياخد لنا الالوان اللي هو شايف ان هي شبه بعض. تمام، لو قلت له اوكي هيكمل الكلام ده ك كسليكشن. لو قلت له سيف من هنا، ممكن يسيفه لي كوصفه الوان. تمام، كوصفه الوان ممكن اعملها ابلاي برضو على على ملف تاني. يعني انا برضو السليكشن كشانل ممكن اعمله ابلاي على ملف تاني، والسليكشن ككالر رينج ممكن اعمله ابلاي برضو على ملف تاني. انا دلوقتي مش هسيفها، هقول له كانسل. تمام، وهقول له اوكي. دلوقتي بقى ده السليكشن بتاعي. انا اقدر اسيف السليكشن ده ككويك ماسك، وممكن اسيفه كشانل. انا هسيفه من هنا كشانل، وهيبقى اسمه الفا 2. وبرده ممكن نروح نعمله اديتنج من هنا، ونضيف اللي احنا عايزينه، ونمسح اللي احنا مش عايزينه، ونعمل فيه اللي احنا عايزينه. كل حاجه، اول حاجه انا مش عايز الدوائر الخطوط اللي موجوده دي. تمام، هروح امسحها، والمفروض كمان ان انا اعمل دي سيلكت عشان اعرف اشتغل. تمام، كنترول وزد عشان اكلت جزء من الدايره. اوكي كده كويس. اوكي، هرجع لللايرز بلاي او هدوس على الار جي بي تاني. تمام، واقول له سيلكشن، لود سيلكشن. انت عايز انهي فيهم؟ انا عايز الفا 2، تشانل 2. اقول له اوكي، وابتدي اعمل ديليت، فيبتدي يمسح كل حاجه، لان هو هنا اخد كولر رينج، ما اخدش سبوت معينه انا كنت مسحتها. لو عملت كنترول وزد تاني، كنترول وزد، ايه رايك؟ كده احنا بقينا نعرف نعمل سيلكشن كويس عن طريق كذا طريقه. من فضلك اتمرن على الحاجات دي علشان ما تنساهمش. اشوفك الدرس الجاي مع الكالرز.